النور الكريم في غمرة أعياد ومناسبات كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، وبالخصوص في هذا الشهر عيد قيامة الرب يسوع المسيح. نحن في غمرة هذه الأفراح نتوجه باسم راعي هذه الأبرشية وباسمكم جميعا إلى صاحب القداسة مرغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع الكل الطوبة بالتهاني القلبية، متمنين له الصحة والعافية، ونحن وإياه نسير إلى ميناء السلام لأنه هو الربان الذي يقودنا دائما إلى شواطئ الأمان والسلام. وباسمكم أيها الأحبة نرحب براعي هذه الأبرشية العامرة، أبرشية بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ، صاحب النيافة مار جورجيس غوري النائب البتريركي لبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ، داعين من الرب وسائلين من الرب يسوع أن يمنحه القوة كي يتابع مع كنائسنا ومجالسها وشعبها الكريم والمؤمن إلى مروج العز والتقدم والسؤدد، لأنه نحن ما نراه في كنائسنا فهي لمسات وجهود مبذولة من نيافة المطران مار جورجيس. فله منا كل الحب وكل التقدير وكل الدعاء في صلاتنا أن يكون معنا ونحن معه يد بيد متعاونين لخدمة الكنيسة وأبنائها. تحية أيضا وشكر إلى لجنة كنيسة القديس مار آح ومار جورجيس لهذه الكنيسة، هؤلاء الأعضاء رئيس اللجنة والأعضاء الذين يبذلون جهودهم دائما لإحياء تراثنا السرياني لكنيستنا السريانية الأرثوذكسية في بلجيكا. وأيضا بطاقة الشكر إلى شبيبة عليموثو بزالين، شبابنا بناتنا الذين شكلوا خلية نشيطة وفعالة ويضرب بها المثل في أبرشية بلجيكا، إنها شبيبة عليموثو بزالين التي هي معنا في هذه الكنيسة في كل المناسبات، وما ترونه من تنظيم فهي من أيادي هذه الشبيبة التي نفتخر ونعتز بهم، شاكرين لآبائهم ولأمهاتهم الذين يشجعونهم على محبة الكنيسة ومحبة الخدمة بالكنيسة، فلهم منا كل الشكر والتقدير. شكرنا أيضا إلى ابننا الروحي الذي يتنقل في كنائسنا لأن ينقل وقائع كل الأنشطة الروحية في كنائسنا في الأبرشية، ابننا الروحي ميلاد حده الذي يبث وينقل عبر شاشة سوريويوسات كل وقائع كنائسنا، فله منا كل الشكر والتقدير. وأيضا نشكر أخينا سعيد إبراهيم الذي هو معنا أيضا بهذه الكنيسة أن يلتقط صور فوتوغرافية لكل مناسباتنا التي هي تعبير عن نشاط هذه الكنيسة وأبنائها. فلنا منه كل الحب وكل الدعاء أبو جان. ونشكر أيضا
هندسة الصوت والمراقبة الدقيقة من أنامل ابننا الروحي طيب القلب والسريع في الخدمة عندما نطلبه، أخينا وأبننا الروحي الفادي باشورة. نشكر لكم حضوركم أيها الأحباء، ونشكر كل المشاهدين الذين هم وراء شاشة سوريويوسات ووراء شاشة صفحة كنيسة القديس مار آح ومار جرجس الذي تبث الآن مباشر هذا الحدث الكريم. لهم منا كل الشكر، وداعين لهم ولأبنائهم أن يكونوا دوما بصحة وعافية. أيها الأحباء، مرات جبل طويل تهده صلاة، ومرات مشكلة كبيرة توقفها كلمة، ومرات 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 تعلو على قلوبنا آكام من الهموم والغموم يلينها لحن ونغم. فالصلاة والكلمة واللحن يخلق ترنيمة، لا بل أجمل ترنيمة، فيها ترتفع للخالق. إذا رافقتها أوتار وأنغام وأداء بارع ورائع مع النغم المبدع واللحن الممتع مع فرقة ماري يعقوب السروجي. عام ورحيمو بشميخو كمينة بشينو بشلومو لابون معليو مور جي ورجيز جورية أفطروف وفاطرير خويد بلجيكا وفرنسا ولكسمبورغ بارخ مور موث باعي تونويد بلجيكا أشا موشي وشا مشيوثي إعلي موثود بيز زالين كمينا الخو هاتوستي بشينو داثوتو دووتو أعمينا دووينا عموغو دود مور يعقوب وسروجي تخلال ميني قد شمعينا اللحنة دقا بوه ديعي تيدن سريتو متاريخ ديعي تيدن اللي منطيلة لن ملفوني توخو أعمينا شمعينا ومفصحينا باللحنة ديعي تيدن سريتو أرثوذكسيتو. صباحكم ورد وياسمين، يقال أن الورد أحلى ما في الكون، ولكن أقول لكم لولا وجودكم ما كان للورد لون. أنتم سفراء أوطانكم في بلاد الاغتراب، أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. من كنيسة القديسين مار آح ومار جرجس نرحب بكم ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. بارخ مور سيدنا، مرحبا يا جماعة، أهلا وسهلا فيكن. نبلش اليوم رسيتالنا تعريف صغير عن الفرقة وعن جورجس. جورجس كميل أسفيو ابن الكنيسة. جورجس درس معهد الموسيقى. جورجس صاحب الابتسامة وصاحب المسايرة. جورجس ما حدا شافه بيوم مزعوج، لأنه اختصاصه موسيقى، اختصاصه فرح. جورجس درس الموسيقى في مدرسة الأمل الخاصة في بلجيكا، ما وقف عند الموسيقى واختصاصه، درس وصار مصلح اجتماعي، بس ما تخلى عن هوايته وعن مهنته في مجال العزف على الأورج. جورجس يشتغل مع أغلب الفنانين في أنحاء أوروبا. أطلب من جورجس يجي ونريدكم تستقبلوا جورجس كمان بصفقة.
بيرولين تاني. بيرولين قصتها قصة. بيرولين بنت سريانية من محافظة الحسكة، ولدت والموسيقى في دمها. شلون وهي من أب وأم موسيقيين. بيرولين تدرس في مدرسة علمية بالإضافة لدراستها في جامعة فيينا للموسيقى والفنون. بيرولين تم قبولها وهي بعمر ال 11 سنة. عملت تيست مع كتير عالم، كتير من عمرها، كانت واحدة من المميزين. لهيك بيومها كانت أصغر بنت تنقبل في جامعة في النمسا. بيرولين عزفت بأكبر دور موسيقى في العالم. بيرولين حصلت على المركز الأول في أوروبا. لهيك تعالوا نرحب في بيرولين الثاني. سميدرا تاني. سميدرا الأخت الأكبر لبيرولين. سميدرا كبرت بنفس المدرسة الموسيقية، تلقت نفس الاهتمام ونفس الرعاية. لهيك اختصت هي كمان مثل بيرولين بآلة الكمان. درست الموسيقى في فيينا، حازت على عدة مراكز وكانت مميزة في كل مسابقة تسير. نرحب في سميدرا الثاني. ثالث شخص بريسيتالنا اليوم هو مسعد تاني. هو الأخ الأكبر لبيرولين ولسميدرا. مسعد كمان كبر بنفس العائلة. مسعد دمه موسيقى وتريات طرب. مسعد درس في جامعة في فيينا، اختص في التجارة والاقتصاد، بس ما وقف عند اختصاصه العلمي، كمل في عزف العود. يدرس في جامعة في فيينا للموسيقى، يتقن العزف على الأورج، حاز على عدة جوائز في لعبة الشطرنج، يعني معدد الكار، تجارة واقتصاد، عزف وموسيقى ولاعب شطرنج. خلونا نرحب بمسعد. بعد ما تعرفنا على عائلة بيت تاني وعلى جرجس، اجى دور نستقبل الفنان والشماس داني عبو. داني عبو من مواليد راس العين. داني عبو أصنص أساس حضارة، تاريخ، دراسات شرقية قديمة، يعني كل شيء يخص بالموسيقى السريانية القديمة هوايته. لأنه داني حصل على ليسانس في علم الآثار من جامعة دمشق، تخصص باللغة الآرامية القديمة واللغات السامية القديمة والموسيقى القديمة اللي كانت في سوريا وفي بلاد ما بين النهرين. درس بجامعة الفرات. داني لجانب تحصيله العلمي هو باحث أثري وموسيقي. داني يعزف عود، داني يحاضر بالموسيقى والأثريات. داني هلا يعمل كمحاضر في معهد القديس مار غناطيوس اللاهوتي في السويد، وكأستاذ مطور للموسيقى الكشفية في السويد مع الكشاف السرياني. تنرحب كلتنا بالشماس والفنان داني عبو.
باركهم سيدنا.
Thank you.
الله أساسها والله راعيها على صفات الهدى أثمرت بالحق دوحاتها مت شيدت في العلا حقا
علمها فوق لا من الورى خفقا حتى الصليب تجلى كرم المسيح فلا لصن يداهمه ولا الثعالب تهديه المساوي طبعك عيتا شو عن شمعون كيفو وعش لخرابو بتقوسي
شهدي وشوشاني بنوكو ذلنو بشمي دوعة عيدي المريم كليلو كفور أشمو وردي وشوشاني بنوكو ذلنو بشمي دوعة عيدي المريم كليلو كفور أشمو وخود الزانو وخلاص فممن أخاف.
أنتظرك يا يا رب يا من لك التسبيح يا باب الرجال
ومن السلام يا رجاء كن من ليس له رجاء يا معزي الحزانة وناصر الضعفاء يا رب يا معين وشافي القلوب المنكسرة كن يا رب عونا لنا وتحنن علينا برحمتك يا رب. يا صعوبة
Lord,
هيك لي حوم دحلتو يربتو دمشي غاب أمور يور إغلاي أخدمو قمر أبو كرموها عظموها ملكوها في القلوب كرموها عظموها ملكوها في القلوب اذكرينا وانظري نظرة الأم للبنين اذكرينا يا مريم وانظرينا نظرة الأم للبنين واقبلينا
واجعلينا بين كل طالبين، واقبلينا واجعلينا بين كل طالبين. فرح احجار البين لما بعدت الزين، فرح احجار البين لما بعدت الزين، يا ريت بطلني معنا يا عطرة، يا ريت يا ريت بطلني معنا يا عطرة، يا ريت. العذراء أم الكل صلي لو ما تبل، العذراء أم الكل صلي لو ما تبل، لو ما زيت علينا يهل ما كنت تهنيت، فرح احجار البيت لما بعدت الزيت، يا ريت بتضلي معنا يا عذراء، يا ريت يا ريت بتضلي معنا. سقف للعذراء. كثير مبسوطين نحن اليوم معكم بهالأمسية الجميلة حقيقة. بدي أتشكر أبونا كميل على الدعوة، مجلس الملي، الفونو هشام، جابي، أبو مسعد، مسعد، سمعوني زغفة لهالأبطال. شكرا لكم، كثير انبسطنا فيكم، إن شاء الله معادي. بارك مور سيدنا، الله يديمك، كثير انبسطنا بوجودك سيدنا، الله يديمك. تودي تودي على كل ميدي أبونا يا بشينو. أيها الإخوة الأحباء، استمتعنا واستمعنا إلى أنغام وألحان كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، ختامها مسك، وبالتأكيد مسك، كلمات تسقط على قلوبنا وعلى آذاننا بلسما، توجيها، إرشادا، وإصغاء من راعي هذه الأبرشية، مع كلمة راعي الأبرشية سيدنا مار جورج زغورية، فليتفضل مشكورا. كل عام وانتم بخير. المسيح قام،
طول ما نحن بفترة الأربعين يوم بعد القيامة دائما تحيتنا تكون هي المسيح قام، لأنه قيامة المسيح هي الفرحة، ونحن مجتمعين بهالأيام المباركة في أرحاب رعية وكنيسة مار جرجس ومار آحو في مخلن. هاي الكنيسة اللي هي رغم صغر عددها، رغم عدم توفر الإمكانيات من مباني وصالات بشكل كافي، لكن هي رعية مميزة بنشاطها، بغيرة أبنائها، بتعاون مع كاهن الفاضل الأب الخوري كميل إسيو في الآونة الأخيرة من أسبوع الآلام. ونحن إلى اليوم أتصور هذا الرسيتال الثالث اللي قدمته هذه الكنيسة المباركة. فأنا أحب أحيي وأثني على أتعاب ونشاط ككاهن، كمجلس رعية، كلجنة الشبيبة عليموثو سوكب مخلن عليموثو بيت زالين، بالإضافة إلى لجنة السيدات وكل من يخدم ويحضر في هذه الرعية. كثير فرحان أنا حقيقة اليوم، حاسس حالي في الجزيرة. اليوم يوم جزراوي هو، مجيء أبنائنا يعني الأغلب الفرقة مار يعقوب الساروجي اللي هن من فيينا بقيادة عزيزنا الروحي الشماس، قبل ما يكون مطرب مشهور هو شماس داني عبو اللي هو عنده هالقدرة وهالتفنن، كيف يحافظ على شماسيته وصوته وترانيمه، وفي أوقات أخرى يكون يقدم أغاني سريانية وشعبية في حفلات ومناسبات. فنحن كتير مسرورين بقدومكم وفرحانين كتير أنه نلتقي بعد فترة طويلة، وخاصة اليوم شاركوكم يعني في هالرسيتال المميز اللي عم بيصير في هذه الأبرشية العامرة، عائلة السيد جورج تاني، زوجته، أولاده الأعزاء مسعد وسميدرا وبرلين، وإن شاء الله في المستقبل الصغيرة كمان تمشي على هالدرب الموسيقي ماريا. أكيد هذا بسبب تعاون الأسرة جورج وزوجته اللي يحبوا هن كمان يكونوا دائما معتزين ومفتخرين بسريانية بكنيسة، علموا أولادا على محبة الكنيسة، محبة اللغة، وخدمة هاي الطائفة العريقة الكريمة. اليوم نشكرهم على حضورهم، أتعاب السفر، تضحية بالوقت، وحتى إذا قلنا تحمل هن على حساب ولو ما كان شيء يعني مقبول من طرف الكنيسة، لكن هاي محبتهم. نحن نعرف أولاد راس العين دائما رجال وأبطال بشهامة وبمحبة للكنيسة وقرب من ربنا وسمعتهم الطيبة مثل باقي أبناء شعبنا في كل مكان، سواء من الجزيرة بمختلف المناطق أو حتى من طور عبدين والعراق وتركيا، وكل أبناء شعبنا نعتز فيه ونفتخر. فأنا أتصور الوقت مرق بسرعة كبيرة ما حسينا، وأتصور أكيد أعبر عن مشاعركم أنه لو كان طالت كمان ساعة ما كان حسينا، لأنه يعني فعلا نقلونا إلى أجواء روحية، أجواء صلاة،
أدخلونا هيك من خارج الطقس الكنسي بحالة روحية مع ربنا، رحالة تقوي إيماننا، تمتص كل هالأتعاب اليومية اللي نعيشها في حياتنا اليومية المختلفة. فأحب أنا أشكرهم باسمكم، باسم هالأبرشية، وإن شاء الله يعني نحن نتمنى عودتكم لنا في غير مناسبات وحتى في غير كنائس وبغير تنظيم تراتيل سواء سريانية أو عربية. أحب هون أشكر المجالس الكنسية في الأبرشية اللي حضروا معنا كلهم باسمه، وأشكر كل الشكر لعزيزنا الروحي الأب الخوري كميل إسيو. ولا أنسى أيضا الشماس جرجس الخوري كميل إسيو اللي عزف على أنغام الموسيقى وأمتعنا برفع أسماء التهاني البنوية لصاحب القداسة مار غناطيوس أفرام الثاني الكلية الطوبة والجزيل البر، والإخوة أصحاب النيافة والأحبار الأجلاء في العالم وشعبنا السرياني مع كليروسنا السرياني في كل العالم. أدام الله هذه الأعياد والمناسبات بالخير والبركة والصحة للجميع. بركة الرب تشملكم دائما أبدا، أمين. وتودي على جيدكن مالفون وداني ومع المجموعة كلتكن، وتودي لسريويوسات لينقل هذه الاحتفالية. شكرا جزيلا. أيها الأحباء، التكريم هو من أسس التشجيع لكل النفوس المعطاءة التي دوما تعطي بلا ملل. فبهذه المناسبة إدارة ومجلس ملي كنيسة مار آحو ومار جرجس أراد على أيادي المباركة لصاحب النيافة من يديه المباركتين أن يكرم وأن تكرم هذه الفرقة وهذه الجوقة التي تحمل اسم أسمى وأقدس قديس، جوقة مار يعقوب السروجي. نبتدئ برأس الهرم لجوقة مار يعقوب السروجي ذو الصوت الشجي المرنم والشماس داني عبو. مع عازف العود مسعد جورج تاني، عازفة الكمان سميدرا جورج تاني، عازفة الكمان أيضا من هذه العائلة العريقة والكريمة بيرولا جورج تاني، ومع عازف الأورج المعروف جرجس ابن الخوري كميل إسيو. أيها الأحباء، نحن قضينا وقتا مثل ما تفضل سيدنا، ما كنا نمل ابدا من هالانغام ومن هالموسيقى السريانيه الرائعه. الموسيقى كانت ذهب، والاداء كان الماسا، ولكن احببنا نحن ان نهدي أيضاً تكريماً لهذه الفرقة
سلسال من فضة صليب يحمين ويباركن في طيلة حياتي. السلاسل هن فضة من صليب إن شاء الله يحميهن ويحمي أبوهن وأمهن وعوائلهن كلها. سميدرا بيرولا فلس. كمان جورجيس في حاجة في حاجة يلا يلا انت تساعد معك هاي مناسبة أحبائي. نريد أيضا أن نشكر أخونا جورج تاني. تفضل يا أخونا جورج. والد العازفين مسعد بيرولا وسميدرا. وأيضا تتفضل والدتهم نجود رزقه. ونحن مفتخرين بهذه العائلة التي تخدم الكنيسة وأعطت للكنيسة أبناء مؤمنين وميامين. والخورية تفضلي كما بدنا نسحب صورة مع جلس نحن كما مع بعضنا. وتحية من هذه الكنيسة إلى العزيزة إمداني. كنا نتمنى أن تكون معنا لتلتقط صورة تذكارية مع الفرقة. هي بالسويد. نرسل لها تحية ومحبة كاملة. شكرا لكم أيها الأحباء، وعلى أمل اللقاء بكم في مناسبات روحية طيبة. ونشكر أيضا ابنتنا الروحية باتريسيا غريب القادمة من النمسا. طبعا هي خطيبة مسعد عشان يكون عندكم معلومات دقيقة. وهي الإعلامية لجوقة مار يعقوب السروجي التي تنظم كل البرامج. فتحية لها وتصفيق لها. ربنا يبارككم جميعا، وإن شاء الله نلقاكم دائما في هذه الأبرشية، لأن نلتقي دوما بمناسبات روحية ممتعة نستمتع بروائع ألحاننا السريانية. أهلا بكم مرة ثانية، ونلقاكم دوما على المحبة. وليتكلم سيدنا الفضل.